عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. تمكن لاعب الدول التونسي حنبال المجبري أخيرا من الفوز في الوقت نفسه بمحبة مشجعي نادي مانشستر يونايتد ومشجعي نادي برمنغهام في أول مباراتين له كأساسي مع الفريق. فبعد المردود المتميز الذي قدمه حنبال في مباراة الجولة 13 ضمن دور البطولة الإنجليزية ضد نادي بريستول سيتي والتي ساهم فيها بشكل كبير في فوز ناديه بنتيجة 3-0، ها هو اليوم يقدم أحسن المستويات والعروض في مباراة الجولة 14 ضد نادي هال سيتي مساهما في فوز فريقه للمرة الثانية على التوالي وتمكينه من المركز 12 برصيد 14 نقطة بفارق 10 نقاط فقط عن المتصدر. هذا ولاقى مردود حنبال في هذه المباراة ردود أفعال كبيرة من قبل جماهير كل من نادي مانشستر يونايتد ونادي برمنغهام سيتي. أكثر تفاصيل باش تشوفوها في الفيديو هذا، لكن قبل كل شيء تشجيعا منك لمجهودنا اعمل جيم للفيديو باش تعاوننا في نشره واشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات باش تكون أول من يوصلك جديدنا. ابدا مشجع مانشستر يونايتد ردود افعال ايجابيه جدا على اداء لاعب خط وسط برمنغهام سيتي ومنتخب تونس حنبال المجبري، حيث قدم اللاعب البالغ من العمر 19 سنه فقط والمعار الى نادي برمنغهام سيتي من يونايتد الانجليزي اداء متميز جدا اعتبرته الجماهير انه قد يستحق ان يكون رجل المباراه، حيث فاز فريق المدرب جون يوستاس على هال سيتي بنتيجه 2-0، وكان عرضا مثيرا للاعجاب من كل النواحي من لاعبنا الدولي التونسي حنبال المجبري الذي ساعد أداءه في رفع البلوز إلى المركز 12 في جدول البطولة. واعتبرت الجماهير أن لاعبنا الدولي هو لاعب شاب وعنيد وهو بالضبط ما يفتقده فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم، لذا فإن أداءه يمثل أهمية خاصة لأولئك الذين يتابعون حنبال من مانشستر والذين شاهدوه يوم أمس بمجرد انتهاء مباراة يونايتد ضد نيوكاسل. هذا وأعجب كثيرا بالمردود المتميز الذي ظهر به المجبري، وكانت هناك ردود أفعال كبيرة وواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يلي نخليكم مع بعض تدوينات جماهير اليونايتد وبرمنغهام بخصوص مردود حنبال.